السلام عليكم. طبعا النهارده كنت جاي عشان نصور فيديو الكابويرا عند الصاله هنا في مركز شباب سطات. لقينا اطفال زي العسل، تمام سهوله. طبعا هم شكلهم بيلعبوا، شكلهم بيتمرنوا جمباز تقريبا، شكلهم بيتمرنوا جمباز، بس تقريبا هم مش يعني فاقدين من الكلام، مش بيتكلموا كده، بس بيعملوا حركات. اعملي عجله، يلا شوفوا الاموره دي. ايوان عسل، اثنين ثلاثة، مين تاني؟ مين تاني؟ تخبين ليه؟ يلا افلوب على ايدي. يلا ايه رايك؟ اعمل اوبا هنا. ايوه خلاص دي تعمل اوبا، اعمل اوبا، يلا اعمل اوبا. ايوه تاني تاني تجيب. يلا تاني. يلا اثبتي اوبا. بص يلا تعالوا كده دي لسه رجلها بتتني فيها. وساو ساو
لا هتعرفي، يلا جربي جربي، هتعرفي تعملي العجلة. لا دي، لا هتعرفي، يلا تعالي 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 اعملي دي. عاش، هي الفائزة. ثواني تاني يلا. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. تمام. ايوه طبعا كابتن حمدي. سلام. بس يا عم بس بيفرح الاطفال بس، غير مش بيتكلموا دولت، هو بيسعدهم كده. هاي شلي مفيش احسن انك تسال طفل بجد. الاطفال دول رياضيين جدا، هما تقريبا فاقدين النطق. تمام. هنا هوب. لا لا هتقول حاجة. Again, again. Hey, how are you? How are you? How are you? Peace.
احسن من تسعد. Thank you.